نومينيز تلاتي حنان دينا شانتال شانتال. والله ما زعلانة يا جماعة. أنا ما يقلق لأسفل أنا عايزة كتك أسرك لك برايد أنا حلوة قوي. خلاص تعودت تمسحت بشرفكم ثلاث مرات ولو بشي مضايقة أنا كل شي منيح شو؟ ما في شي مضايقة أنا كتير منيح أنا أسعد وحدة بالكون بهاللحظة أتعز وحدة بهالكون مش أسعد وحدة ما بدي أبكي لأن ما بدي أقول للعالم إنه عم تبكي دايما ما بدي أبكي صعبة كثير صعبة والله صعبة إنه ما تبكي؟ هو اللي عم تمرق فيه تبكي عادي منه شيء عيب يعني أنا ببكي وأنا بكيت وعادي هكوني منيحة إن شاء الله سيفوت شوية ولا هزعل لو روحت بلدي لأني هبقى لسه نجمة ستار أكاديمي تينا والفانز بتاعي لسه بيحبني والناس بره هتستقبلني ليه لأ يا جماعة وعملت حاجات كتيرة قوي حلوة في الأكاديمي ليه أخد الوحش ولسه عندك أكتر ليه أخد الوحش بس وأزعل مش وحش حتى لو طلعت حتى لو رجعت وطلعت تاني برايم بعد البرايم ده وطلعت نوميني مش هزعل والله ما هزعل كيفاش يهدر كل واحد كيفاش يفكر كل واحد يقدر يحطمك في دقيقة يقدر يرجع الثقة يرجع لك الثقة تاعك في دقيقة انت في شكون غادي تركزي يا دكتور ناس بزاف هما يهدروا تركزي في اللي يقول لك حافز نيجاتيف ولا تركزي في اللي يقول لك حوايج بوزيتيف جيسي دتر فورت مي جو فو لو جو كاع الناس اللي كيشوفوني وحق الله العلي العظيم تحطوا في الموقف ديالي والله ما تقدروا تصبروا كيقولوا لي ما تبكيش صعيبة صعيبة تحمل سورتو الناس اللي كنتي كتبغيهم كيطلعوك كدير لامبوسيبل بو نو با تومبي نوميني وكتطلع نوميني عاوتاني وهنا بيعرفوا هالشيء انت على بالهم بليك كتخدمي على بالهم بليك انت هي عييت بس هاللعبة وانت ما فيك تعمل شيء مين بتسالي نفسك مشتاقة لأهلك؟ وهلك تشوفينه كل برايم هلك كل برايم واكيد يعني اكيد انك وحشتيهم اكيد انهم فخورين فيك ما بقول لك بجاملك بس انه اكيد انهم فخورين فيك واكيد انهم يعني مبسوطين للي انت وصلتي له سواء انت بقيتي سواء انت رحتي انت في النهاية مثلتي اهلك مثلتي كل الناس اللي بيحبك والناس حبوك وناس حبوك يحبوك يحب اسلوبك يحبوا احترامك فرضت احترامك على كل الناس عن جد ما وكي بتتاثر بشيء ولا بتضايق من شيء شانتي يعني شانتي مهما صار انت حزينه ليه انت شو قلتي امبارح حتى لو روحتي حيفرق بالعكس والله انا لو روحت مهزله والله لو روحت مهزله انا كفايه ان انا وصلت للمرحله دي بجد برافو دي انا اللي راح مش انا حتى لو انت روحتي الناس مش هتحبك الا مش هيبقى ليكي فانز بره الا مش هتعرف ان انت نجمه ستار اكاديمي الا ده اللي احنا كنا جايين ستار اكاديمي عشان نعرف نتعرف بيه يا رب يكون معايا Yeah.